نعم، ولكن أستاذ المالح يعني أنت تطالب بإقامة مشاريع حديثة في مناطق القامشلي وغيرها في المنطقة في مناطق الجزيرة، ولكن البعض قد يقول لك بأن المصانع الموجودة في دمشق وحلب هي قديمة وبالتالي ممكن استثمارها، أما إقامة مشاريع جديدة في منطقة الجزيرة تحتاج إلى أموال ضخمة، وسوريا معرضة لعقوبات أو تتعرض لعقوبات. نحن يا أخي سوريا دولة غنية، بس نعب المال العام الذي يجري من قبل السلطة والبذخ والتبذير وهدر الأموال هذه كلها بإمكان العمل فيها، لكن من يسمع؟ نعم. نحن المشكلة ليست أنه ما هو الحل موجود، لكن نعم. الحل يحتاج إلى إرادة، الإرادة نعم. غير موجودة. نعم نعم، ويجب أيضا ربما استثمار النفط بشكل أفضل من يا أخي مصفات نفط، هناك ما في مصفات في الجزيرة كلها، ليش المصفات في حمص مثلا؟ نعم. ليش ما المصفات في منطقة البترول؟ نعم. ليش نعم. ما يتم وصل مراكز المحافظات بطرقات سريعة يا أخي؟ هذا بحل ثلاث أرباع المشكلة. نعم. لكن ما في رؤية يا أخي، ما في إرادة يا أخي. نعم. لأنه هنا المشاريع التي تقام في سوريا نعم. مشاريع ما التكلفة الفعلية لها عشرات أمثال التكلفة الإسمية، لأنه كله يجري نهبه نعم. يعني عن طريق السماسرة والعمولات، هذا كله نهب. نعم. طيب أستاذ المالح، يعني في العام 2003 صدر قانون عقوبات للبناء المخالف والعشوائي في سوريا، يقضي بالسجن مع دفع غرامة مالية كبيرة للمخالفين. هل ترى من الحكمة والعدل إصدار قانون عقوبات قبل النظر في حل المعضلة أساسا، أم هو التخبط في كل شيء، أم هو الفساد كما يرى البعض؟ يا سيدي هذا كل هالأشياء مجتمعة بتشكل شيء واحد، القانون لا يطبق إلا على الضعيف. نعم. يعني أنت تعرف أنه أظن حديث إذا سرق فيكم القوي تركتموه، وإذا سرق فيكم الضعيف أقمتم عليه الحد. نعم. هذه هي الصورة اللي عندنا. نعم. القانون لا يطبق إلا على الضعيف. القوي نعم. له عدة وسائط وعدة طرق ليقوم بعمل أي شيء يا أخي. نعم. فإيش نساوي نحن يا أخي؟ نحن كل واحد مسؤول، اللي عنده 10-15 سيارة على حساب الشعب، على حساب خزينة الدولة، ما في رقابة يا أخي. نحن عندنا مجلس الشعب منذ جاء 8 آذار حتى تاريخه، كل المجالس نعم. ليس فيها ميزانية نهائية، ما يسمى الحساب الختامي. نعم. يعني انت تعرف انه في ميزانية تقديرية في اول السنة. نعم. بيحطوا ميزانية تقديرية، لكن في نهاية السنة لا يوجد حساب انه ماذا تم في الميزانية التقديرية، شو نعم. نفذته. لا يحاسب الوزراء، لا يحاسب يا اخي. نعم. طيب كيف الان انا بدي اسأل، كيف يمكن لأي شخص راتبه حتى لو كان راتب وزير، كيف يستطيع أن يعيش كيلو اللحمة اليوم في سوريا 1000 ليرة سوري يا أخي؟ نعم. في دمشق كيلو اللحمة 1000 ليرة سوري. نعم. كيف يمكن للناس اللي موظفين عاديين أن يعيشوا يعني؟ نعم. فهذا كله يأتي بالنهب. نعم. إن عندهم أموال تأتيهم أموال من مش من أموال غير مرئية يعني. طيب أستاذ. أموال غير مرئية. نعم. ولا كيف يعيشون؟ نعم أستاذ المالح، سؤال أخير ربما، كيف تنظر إلى مستقبل الوطن السوري؟ هل أنت متفائل في المستقبل أم متشائم؟ أنا مالي متشائم أخي، لكن يعني الحقيقة الأمر مرهون بيد الشعب، الناس لازم تدافع عن مصالحها. نعم. يجب أن يقال للحرامي أنت حرامي. نعم. يجب أن الحق أن لا نتنكب عن الحق نحن. نعم. يعني كلمة حق عند إمام جائر، هذا الشيء الأساسي. نعم. نحن إذا تركنا الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. فالبلد تدمر. طيب إذا من كلامك هذا، هل تدعو الناس إلى الاستمرار والتصعيد في المقاومة السلمية؟ أنا لا أدعو لا للتصعيد لا للتصعيد، أنا أقول أنه على كل مواطن أن يعي حقوقه كيف يبدأ وكيف يدافع. نعم. لكن نحن عندنا هلا مع الاسف الشديد يا اخي تجي جهه ما من الدوله. نعم. بتقول للمواطن اعطيني 1000 ورقه، بيعطيها. نعم. ما بيسال على اي اساس بيعطيكي انا مصاري ماليه ولا شيء،
الطرقات يا اخي في سوريا خربانه، قال له والله الطريق من دمر انا اسكن في قرى الاسد خارج دمشق. نعم. يا اخي كانك ماشي على درج مش على طريق يعني. نعم. كله خربان، لكن مين بده يصلح؟ مين بده يشتغل؟ مين بده يراقب؟ من هو الذي يراقب التصليح؟ ولكن هناك يصلح الطريق اليوم بعد شهر بخفف. هناك قوانين لمكافحة الفساد صدرت قريبا يعني، وهناك بعض حالات اعتقال الفاسدين. كيف ترى الحالات الضعيفة؟ يعني بيوقع بيروح، لكن يعني أنت بتعرف إذا عنده بناية لدرج. نعم. ما بتنظف الدرج من تحت، بده تنظف من فوق. نعم. نعم. إذا ما شطف درج بناية من فوق ما بينضف الدرج. نعم. أشكرك أستاذ هيثم المالح المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه الجرأة الفريدة والنادرة الحقيقة.